قصة ليلى أول مرة حصريا غادي تسمعوها بهذه الطريقة عندي في القناة، حتى من الموضوع ديالها عجيب وغريب. حكاية ليلى غادي تخليكم تأكدوا بلي أنه الجفاف العاطفي إذا كان وسط شي عائلة يقدر يدمر الأطفال الناشئين ديالها، ويقدر يخليهم أنهم يديروا بعض الأمور بدون تفكير في العواقب ديالها. ما تمشوا فين، ضروري تسمعوا حكايتنا ليلى لأنكم غادي تستفدوا منها. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم القلبيه العقليه وحتى الروحيه تكون بخير وعلى خير. واي واحد فيكم كيتفرج فيا مقبل على امتحانات، لان هذه الفتره ديالها كنتمنى ليه التوفيق والنجاح ان شاء الله، يفرح والديه ويفرح حتى راسه ان شاء الله، باش يبني واحد المستقبل اللي كيتسناه زوين. خير ما نطولش عليكم اكثر ونقول لكم بلاتي، قبل ما نبداو ما تنساوش انكم تضغطوا لتحت دغيا تضغطوا على زر الاعجاب، لم تكلفكم حتى تشي مجهود وماشي خساره فيا. ودابا غادي نقول لكم لنبدا. صاحبه حكيتنا الليلة اختارت كاسم مستعار لها كنزه، كتقول كنزه تزاديت وكبرت وسط عائله اللي كتكون مني انا اب وام وثلاثه تاع الخوت اللي كانوا كلهم ذكوره، انا الوحيده اللي كنت بنت. تزاديت وسط واحد القريه اللي كانت صغيره بزاف لدرجه انه كلشي تعرف كلشي، والجو العائلي ديالنا كان فيه فقر في المشاعر بما تحمله الكلمه من معنى. الجانب العاطفي تيقوني بلي انه كان منعدم. مثلا حشومه تقولي لباك تنبغيك، حشومه تقولي لماماك، لدرجه انه اذا باك سافر شهر حتى لشهرين وفاش يجي سلم عليه غير عادي بحال شفتي غير صباح، لدرجه انه يديه كنت كنحشم نبوسها ليه. حتى خوتي كذلك ومثال، كنت كنحشم منهم بزاف بزاف. علاقتي بخوتي كانت بارده بزاف، حتى هما كنت كنسلم عليهم غير بيدي وبالحشمه، مهما الاخوه ومهما انهم يكونوا بعاد وفاش كيجيو كنت كنحشم انا نسلم عليهم. هكا كبرنا، واذا درتي شي حاجه مخالفه لهادشي فهذا راه يعنيك بلي انك واحد الانسانه ما كتحشميش. في الاول ما كنتش مهتمه بهذا الامر حيتاش المحيط اللي كبرت فيه كان هكا داير، ما كانش شي تمييز ما بيننا وما بين الناس اللي دايرين بينا في الدوار. حتى ماما كانت علاقتي معها شويه مزيانه، ولكن حتى هي كلمه تنبغيك كنت نحشم انني نقولها لها. حتى انا كنت من النوع ديال البنات اللي منعزله ما عنديش صحابات، طفولتي كنت فيها بوحدي، كبرت فيها بوحدي. تميز في الابتدائي ونجحت وطلعت للاعدادي اللي كان خصني نتحول فيها لمدرسه واحده اخرى، لانه القريه ديالنا ما كانتش فيها اعداديه، كانت في قريه واحده اخرى اللي قريبه منا، لكن الحمد لله كانت تسهيلات في وسائل التنقل. المهم في هذه المرحله بديت كنعرف ناس جداد وبديت كنشوف بيئه جديده، وبدات كتغير لي نوعا ما الفكره ديالي والنظره اللي كبرت بها مع عائلتي. داكشي ديال عيب وحشومه، بديت كنفهم بلي انا وعائلتنا راه ماشي على صواب. من قبل مثلا اذا كنت كنشوف شي وحده علاقتها مع اخوها مزيانه وفرحانين ونشطين وكيتزافطوا مع بعضياتهم كانت كتجيني انا داك فشي شكل، ولكن هذيك كانت هي العلاقه الصحيحه. كنت نقول انه مالها ما كتحشمش، مالها كتعامل هكا مع خوها. من بعد غادي نكتشف وغادي نعرف بلي انا حنا اللي فشي شكل ماشي الناس الاخرين. واحد النهار وانا كنت كنقرا في الثانيه اعدادي كانت معايا في المدرسه واحد البنت هي وخوها، وكانوا ديما مع بعضهم. في الاول كانوا تيصحاب ليا بلي انهم بيناتهم شي علاقه، حتى واحد النهار غادي نقول لواحد صاحبتي زوينه علاقه دوك الزوج، باينه تيحماق عليها، هي تقول لي لا ويلي واش ما عرفتيش هذيك راه اختو. تصدمت فاش قالتها ليا، بقينا تنهضروا وبدات حتى هي كتعاود لي على علاقتها بخوها. صراحه ديك الساعه غرت بزاف وحسدتها لدرجه انه ما قدرتش نصبر وبكيت. واخا ما دارت ليا والو فما بقيتش كنهضر معاها، واذا هضرات معايا كنت نقدر نخنزر فيها ولا نقولها شي حاجه خايبه الله يسمح ليا. كانت هذيك غير الحسد والغيره. باقا كنتفكر ديك البنت هي وخوها اللي كانوا كيقراو معايا كانوا حاطين تصويرتهم في الانترنت، فانا تعمدت انني نوريها لماما بلي انه هاد الزوج تيقراو معايا وهذه راه اختو. بقات كتقول لي ماما مالهم ما تيحشموا ومالهم كيتصرفوا بحال هكا وقدام الناس ومالها شاده ليه في يديه، مالها كضحك معاه، مالها كتعنقو، وبقات كتغوت وكتعاتبهم. انا نطقت وانا نقول لها راه عادي، وهي تقول لي كيفاش عادي وانت صافي طلعتي لسن المراهقه حسيتي بجنبك باغا تطيري ولا عندك كلشي عادي واقيلا غادي نحبسك من القرايه. ايوا صافي على البنت تحلولها العينين، سمعتني الهضره مزيان. وهنا عرفت بلي انه ما كاين حتى شي امل انني نبدل العقليه ديال ماما او العقليه ديال العائله. كنت نحاول انني نبدل علاقتي مع عائلتي ولكن في الاخير ما قدرتش، لانه كيبان لهم بلي انني بحال شي حمقه حيتاش غادي ندير شي حاجه مختلفه عليهم. ربما هادشي غادي يصدم بعض منكم ولكن هذا واقع كنت عايشاه وعايشينه ناس دايرين بيا.
زيادة على هادشي كله من نهار عقلت على راسي. والديا في الصداع والمشاكل والصراعات تهضروا نهار كيتخاصموا شهر، لدرجة انهم كيبقاو باشهر مخاصمين، واخا في العواشر ما كانوش كيراعيوا المشاعر ديالنا حنا ولادهم. المهم ما علينا، في العام تاع 9 غادي تبدا الاحداث الحقيقيه ديال قصتي، وحلوا معايا مزيان وديناتكم وسمعوا شنو غادي نقول لكم. في 9 غادي نقرا عند واحد الاستاذ، هذا الاستاذ كانت اول حصه ديالي عنده ديك السنه غادي ندخل ليها. فبحكم في ديك البدايه نتاع السنه كنا يلا كنديروا اجراءات تسجيل والتلاميذ ما كانوش كيجيو بزاف، فهو ما كانش ممكن انه يبدا لينا شي درس من الحصه الاولى، فبدا كيستغلها في انه كيدوي معنا على المشاكل ديال التربيه، تيقول لنا نتوما مقبلين على انكم تكونوا اباء وامهات. وانا انذاك اغرمت بالتفكير ديالو، حيت كنشوف بلي انه اول واحد في داك السن اللي كان باقي في العشرينات على ما اذكر كيهضر بديك الطريقه، وكيهضر على العلاقه ما بين الابنه والاب، ما بين الخوت، وصراحه انا تعجبت به من خلالها. المهم داز داك النهار وكانت ثلاثة ديال الحصص ديالو اللي فيها تيدير الدرس وكيخلي شي 5 حتى ل10 ديال الدقائق فيها كيتكلم لينا على التربيه، كان كيوعينا وبلي انه خاصنا نحذيو راسنا من هذا الخطا، كان كيوعينا حتى في الدين، لدرجه انه كان كيجيب لنا واحد الصناديقه صغيره كل نهار اللي كان شي واحد منا كيخلي فيها واحد القدر ديال المال اللي في اخر السيمانه كنجبدوها وكنشريو بها شي حاجه لشي حد محتاج. فجاني التفكير ديالو متغير بزاف، وفيه داك الجانب اللي فقدته في المحيط ديالي، كان كيبان ليا نادر في الاخلاق ديالو. نقدر نمشي شي شويه بعيد ونقول لكم بلي انه اصبح فتى احلامي المنتظر، ما تضحكوش عليا، ولكن وليت كنشوفو فارس احلامي، وليت كنشوف فيه الصفات اللي كنت نقول مستحيل انهم يكونوا شي شخص واحد اخر. عقليته وشخصيته كانوا قراب مني بزاف، افكار اللي كنت كنشاركهم مع الناس وكانوا كيضحكوا عليا وتيقولوا عليا حمقه وهبيله كانت كتعجبو. اذا مثلا جبنا غير شي كلام على شي قصه كان ديما الراي ديالو متفق مع الراي ديالي. هذاك العام تاع الثالثه اعدادي دوزتو غير وانا تنفكر في دوك الثلاثه نتاع الحصص في الاسبوع، شنو نلبس، كيفاش نهضر، اشنو نقول، كيفاش نتصرف. في الاول كنت خديت الامر على شكل اعجاب وبلي هذيك اخر سنه عندي في ديك الاعداديه، ومن بعد غادي نتحول وما غادي يبقى حتى شي حاجه. صراحه انا كنت نفكر، ولكن فاش طلعت الاولى ثانوي تصدمت صدمه كبرى ولقيت بلي انه تحول من الاعداديه للثانويه، ومن حسن الحظ ولا سوء الحظ انه غادي نجي عنده ديك السنه. في الاول فرحت وكانوا عندي 4 ديال الحصص في الاسبوع، ولكن من بعد ما فرحش حيتاش دوك الحصص ما بقاوش كافيني، ورجعت دوك اليومين الاخيره كندير السبه وندخل مع قسم واحد اخر على اساس انني بغيت نستافد. الايام والاشهر كتمر وكنلقى راسي بلي انني كنتعلق بواحد الشخص اللي هو وهمي، حتى وليت مهووسه به، وليت نعس على سميتو، نفيق على سميتو، ناكل كنفكر فيه، كنقرا كنفكر فيه. انا فاش تندخل للحصه ديالو ما كنتابعش نهائيا شنو تيقول، تبقى غير ساهيه فيه داك الشيء ديال الافلام. دوز الدوره الاولى بحال هكاك، والنتيجه اللي خرجات كانت غير مرضيه، ما جبتش تحت المعدل، ولكن كانت واحد النتيجه اللي هي مخزيه، لان كنت واحد التلميذه اللي متفوقه جدا، وهو كان مقريني وعارفني، كيف ساق الخبر غادي يدور فيه وما عجبوش الحال وقال لي هذا الشيء راه ماشي ديالك. هنا غادي نعرف بلي انه الحل الوحيد باش انني نرجع كيف كنت هي نبدل الثانويه. فعلا مشيت لعند ماما طلبتها مزيان انني باش نبدل ديك الثانويه. في الاول ما بغاتش، ولكن بقيت كنطلبها، لكن المشكله هي انه المنطقه اللي انا فيها ثانويه وحده، فما كانش من السهل انني نطلبها باش نمشي نتحول نمشي نقرا عند خالتي. المهم في الاخير وافقات في الدوره الثانيه غادي نبدل الثانويه. من بعد هذاك الاستاذ غادي يسيق الخبر انني تحولت، وغادي يصيفط لي ميساج في الفيسبوك قال لي علاش تحولتي يا كنزه، واش عندك شي مشاكل؟ انا ما بينت ليه والو، وهو يقول لي مؤسف اننا نفقدوا شي تلميذه بحالك. صراحه زيرت راسي وحاولت انني ما نتاثرش، وقلت صافي غادي نحافظ على القرار ديالي وما غاديش نرجع لديك الثانويه. دوزت الشهر الاول، الشهر الثاني، وبديت كنصيفط ليه رسائل فيهم كلام اللي غادي نسول فيه وندير سبب القرايه، وكان كيجاوبني. كنت كنتعمد انني نجبد معاه الهضره وما كانش كيبخل عليا صراحه، وقسم ما حتى جيتو كنت كنلقاه. فاش غادي تسالي داك السنه وغادي ننجح غادي نرجع من جديد لعند ماما كنبكي عليها ونقول لها ماما عافاك راني ما مولفاش عند خالتي، رجعيني للثانويه فين كنت. دارت فيا وقالت لي حنا واش غادي نبقاو غير كنلعبوا هنايا وتبقاي كل نوبه كدور عليا هنا؟ بقيت نطلبها وهي تقبل. رجعت، لكن ديك السنه الثانيه في الثانوي ما كانش هذا الاستاذ غادي يقريني، جاني فيها استاذ واحد اخر، ولكن كان باقي مازال في الثانوية، فكنت كل نهار كنشوفو ضروري شي ساعة ولا زوج في النهار تنقول ليه غادي ندخلهم لعندك،
وليت مهووسة به لواحد درجة خيالية. مازال تسمعوا ماك في سبلاتي. قال بنات صحاباتي كانوا ملاحظين الهوس ديالي بهذا الإنسان، لأنني كنت فاضحة راسي من خلال التصرفات اللي كان دير، كيفاش كنشوف فيه، كيفاش كنتعامل معاه، وإذا داز غير مقدامي بحال داكشي ديال الأفلام كنبقى غير حاضية، أولا كنمشي كندير راسي بلي تلاقيت به في الدروج. إذا شاف يضحك كان نهاري كيدوز عيد وش لا مواقف دازو. تخيلوا وليت كندوز ايامي عذاب وما بقيتش نديها في قرايتي ومقابل غير هاد السيد، شنو نلبس اليوم، شنو نلبس غدا، كيفاش نبان ليه اليوم، شنو ندير. الناس كتقرا على راسها وانا مقابل غير هاد الشيء وتبعني الجهاوي. المهم باختصار مفيد نجحت بزز، حيت النقطه اللي جبت كان دليل على انني نجحت بزز. فواخا ما كنتش كنقرا عنده غادي نساق الخبر للنقطه اللي جبت ودار فيا وقال لي ماشي هذه هي انت اللي كنت تنعرف، حيت كنا على تواصل شويه ويقول لي شوفي كنزه ماشي مشكل وقت ما احتاجيتيني انا هنا، المهم ما تنسيش بلي انه العام الجاي راه عندك الباك. وهنا قال لي انا ما غاديش نبقى في هذه الثانويه، صدمني وبكيت، ومن بعد قلت ربما فرصه فين انني نجمع راسي ونقرا. في الغياب ديالو وليت نقول خاصني ضروري انني نهضر معاه، فعلا كنت نسول فيه وكان كيجاوبني، لكن منين عيقت وليت كنهضر كل نهار ولا كيتفادى باش انه يجاوبني، واكيد غادي يكون حس بشي حاجه. المهم ما بقاش كيدوي كيف الاول، ومره مره كان تيجاوبني. حبست معاه الهضره لمده 3 شهور، لا ما دخلتش سوق راسي. في ديك الوقيته بقيت كنبحث من موراه لدرجه انني عرفت العائله ديالو، خوتو وسمياتهم، فاش يخدموا، وليت كنعرف شنو كيبغي شنو ما تيبغيش، عرفت حتى الرقم تاع دارهم والحي ديالو. كنبات الليل كله وانا داخل على الصفحات ديالو وكنشوف فيه وفي تصاورو. الصباح كيف نحل عيني تلقى الرسائل اللي ما بيناتنا، واخا كانوا رسائل غير ديال القرايه كان تيعجبني نقراهم، ولا نهاري كيدوز غير بحال هكا. تنبحث من موراه والمعلومات اللي ما عنديش عليه كنشوف كيفاش نجيبهم من عند صحابه ومن عند ولاد عائلته. كنت نحاول بطريقه غير مباشره انني نجبد هادشي عليه، حتى النهار اللي قربنا نساليو العام ديال الباك وبقيت كنفكر وكنفكر وقلت صافي انا غادي نقولها ليه. مشيت صيفط ليه ميساج اللي فيه كنعترف ليه بلي انا راه كنبغيك. وشنو تصور ردات الفعل ديالو؟ يا للاسف. شوفوا بالنسبه هو كاستاذ ما كانش استغلالي ولا استهزاء مني، تلقى الامر عادي وقال لي بلي انت تلميذة ديالي وبلي راكي باقا صغيره وبلي انت راكي عزيزه عليا لا اقل ولا اكثر، وحاول انه يتلف الهضره ما بيناتنا. من بعد على شحال ما سولتش فيه، حتى عاود صيفط ليه رساله واحده اخرى ما جاوبنيش. من بعد داز مده شهرين وصيفط ليه المره الثالثه، وهذه المره هضرت معاه بواحد الطريقه اللي كانت قويه وجريئه، وهنا فين عايرني وجاوبني بواحد الجواب اللي ما كنتش منتظره. ديك الوقت كانت بقات بالضبط 15 يوم على الوطني. المهم دوز ديك 15 يوم اللي كنت انني عواله نراجع فيها شويه، ولكن غادي ندوزها كلها بكا بسبب الهضره اللي سمعت من عنده. ما بقاش قريتي من الاولويات، مشيت للوطني دخلت دوزت الماده الاولى، بقيت نص ساعه غير ساهيه ومازال ما قادراش نرتب الافكار ديالي، سميتي مازال ما قدرتش نكتبها. جا عندي الاستاذ اللي مكلف بالحراسه وقال لي شنو المشكله بنتي علاش ما بديتيش، غادي نبدا نبكي وهنا غادي نبدا، لكن ما درت حتى شي مجهود وما حمقتش راسي مع الاسئله. حطيت الورقه وخرجت انا الاولى في الساعه الاولى، واخا هما كانوا عاطينا 3 السوايع. دوزت الماده الاخرى في العشيه كذلك ومثال، ما خدمتش فيها والو. جاوا صحاباتي تيسولوني شنو درتي، عاد بديت كنستوعب الزبله اللي درت. تصدمت وبكيت وكنت عارفه راسي ما خدمه حتى شي ماده، وما تليتش باغا انني نمشي للمواد اللي بقاو ليا، قنعوني في الدار باش انني نمشي. مشيت وحاولت انني نخدم فيهم، درت فيهم جهدي لكن ما تفوقتش، وداك العام ما قدرتش ننجح، وصراحه كنستاهل. هو غادي يصيفط لي واحد الرساله باش يسولني واش نجحت، ما كنتش بغيت نجاوب على اخر كلام لي طرا ما بيني وبينه. في نفس الوقت ما كنتش راضيه انني نقول ليه بلي انني سقطت. داز يومين عاد جاوبته، قلت له استاذ انا راه ما نجحتش. تصدم وقال لي ما توقعتهاش منك. استغليت الفرصه ولمته وقلت ليه بلي انت هو السبب في هذا السقوط، وما كنتش كنقرا بسببك وفقدت التركيز ديالي بسببك، وانا كندوز الوطني يا استاذ كنت نفكر فيك وهادشي بسببك. هو خسر عليا واحد الكلمه وحده، انا ما درت والو وانت اللي بغيتي هادشي لراسك، انا استاذ ديالك وانت التلميذه ديالي وغادي تبقاي ديما التلميذه ديالي، وانا ما نقدرش نشوف فيك شي نظره غير هادي. قال لي اذا كنتي كتواجهي شي مشكل نفسي ضروري خاصك كنزه تشوفي شي طبيب وما تبقايش تلوميني. ضراتني هاد الرساله، بقيت مده تنقول واش هذا هو اللي انا دايره على قبلو، هادشي كله خسرت راسي وقرايتي على قبلو. هو صراحه ما كان تيوعدني بحتى شي حاجه غير انا اللي كنت كنوهم راسي. من النهار الاول كان قال لي ديها في
راسك وفي قرايتك وما تدخليش لهذا الشيء، راكي مازال صغيره. ولكن انا اللي بديت كنوهم راسي، عائلتي خاصمو عليا حيت ما نجحتش، لكن قالوا لي ماشي مشكل يكون خير العام الجاي ان شاء الله. العام الجاي عاودت وقررت باش انني من العطله ديال الصيف نبدا التحضيرات، عاودت الدروس كاملها، راجعت كاع داكشي اللي عندي فيهم مشاكل، بدا الدخول المدرسي ركزت فعلا ونجحت بموسيون. لا القصه ما سالتش هنا، دخلت الجامعه وبديت كنقرا فيها السنه الاولى الثانيه حتى السنه الثالثه. واحد النهار وانا خارجه باش انني نمشي للدار، دست على واحد الصخره ناخذها وغادي يبان ليا الاستاذ اللي كان كيقريني في واحد القهوه. بقيت مبلوكيه بلاصتي وقلت غادي نعس عليه، حتى ناض وتبعته حتى دخل لواحد السونتر. شحال وانا كنتسنى كان كيصحاب لي بلي انه غادي يخرج، ولكن تعطل ومشيت في حالي. لغد لي غادي نمشي ندخل داك السونتر اللي كندخل ليه وغادي نسول عليه وتاكدت بلي انه ما كاينش تما. سولت عليه واحد السكرتيره، واحد البنت اللي كاينه تما، وصيتها انها ما تقول ليه لا هو ولا حتى شي حد بلي انني سولت عليه. قالت لي بلي انه هو مول داك السونتر وبلي انه كيدوز فيه ساعات اضافيه. قالت لي بلي انه تيقري في شي ثانويه اللي هي ما عارفاهاش. فبديت كنقلب حتى عرفت من ثانويه. من بعد ما خديت الاجازه ديالي بمونسيون غادي نخدم واحد العام في واحد الشركه، فمن بعد ما خديت الاجازه ديالي في التجاره بمونسيون بديت كندوز ستاجات وخدمت واحد السنه ومشيت درت باك حر ودفعت لمدرسه الاساتذه. ولا الهدف ديالي انني نقري مع الاستاذ ديالي في نفس البلاصه. تسجلت في المدرسه العليا للاساتذه وتقبلت فيها واختاريت ماده التربيه الاسلاميه، والحمد لله انني دوزت فيها 3 سنين وخديت حتى فيها اجازه. نسيت الدبلوم ديالي الاول ديال التجاره كانه عمره ما كان، حيت ولا الهدف ديالي حاجه واحده اخرى. دابا في الاول كنت خدمت غير باش نعيش، لكن لما تخرجت استاذه نسيت داك الشيء. دوزت 3 سنين وكان هو باقي في نفس الثانويه. العام اللي تخرجت فيه مشيت دوزت كونكور ديال التعليم وتوصلت ليا احد الاشخاص اللي كنعرفو باش نمشي لنفس الثانويه اللي هو فيها. غادي ندخل لاول مره الاجتماع في بدايه السنه اللي كان حاضر فيها واللي ما كانش عارفني، حتى تقال سميتي وهو يهز عينيه وشاف فيا تصدم بقى حالها فمو. يمكن مش عقلكم بعيد وتوقعتوا شي نهايه واحده اخرى للقصه، ولكن رجعوا معايا وبقاو في القصه وسمعوا شنو كتحكي لنا كنزه. قالت لي بلي انه سالينا الاجتماع لكن ما دواش معايا، فمشيت انا عنده وقلت ليه السلام واش ما عرفتينيش. فبدينا كندويو شويه. قال لي فوقاش وانت كتقري؟ قلت لي هذا لي اول عام. فعلى حسب تقديري للسنوات كان تيصحاب لي كنقري شحال هذه. قلت ليه لا انا قريت تخصص واحد اخر في التجاره، عاد دفعت للاساتذه. وانا تنهضر معاه جات عند واحد الاستاذه وحده اخرى اللي عيطات لي مشى هو وياها. ما رضيتش، ما عجبنيش الحال، تقجيت وما كنتش عارفه بلي انه ديك الاستاذه راه الخطيبه ديالو، حتى دوزت شي ايام في ديك الثانويه كنت بغيت نحماق انا ذاك. وهنا تخيلوا معايا غادي تطيح عليا واحد الفكره جهنميه. دخلت عندها بواحد الكونت بالعاني وسبيتها مزيان وقلت لها بلي انه هو موعدني بالزواج وما يمكنش انك تاخذيه مني، وهذاك الشخص راه ديالي انا. يا ربي تسمح لي. هي من بعد ما وصلت لي ديك الهضره عرف بلي انا مولات الفعله وجا قالها ليا. نكرت وخرجت عيني. قال لي انا متاكد بلي انك انتي مولات الفعله، تاكد ولا ما تاكدش اخويا، انا اصلا ما فراسيش وهاد المشاعر كانوا شحال هذه، انا ما بقيتش مسوقه لك. قال لي والله يجعلني نتاق. المهم سقت الخبر بلي انهم بعد ما ناضوا المشاكل ما بيناتهم غادي يتفرقوا. في الاول فرحت لكن من بعد بقى فيا الحال لانني كنت سبب في هذا الفراق. من هذيك هو تيحملني الانفصال ديالو مع الخطيبه ديالو، ولكن انا كنت ديما نكره الامر. عام هو تيشوف فيا خايب، واذا ضحكت معاه كان تيخنزر فيا حتى تحول من ديك الثانويه بسببي. انا بقيت فيها، ولكن غادي نمشي ندفع السيفي ديالي فداك السونتر ديالو على اساس انني نزيد للتلام ساعات اضافيه. تقبلت ودوزت واحد زوج الحصص حتى الحصه الثالثه وانا نبان ليه في واحد القسم. غادي يوقفني وسط الحصه وقال لي اجي. خرجت شنو كديري هنا؟ خدامه. واش فين ما مشيت غادي تبقاي تابعاني؟ انا ما باغيكش وانت راك بزلتي. وياه يا البنات كيفاش حسيت بكرامتي، طحت للارض ديك الساعه. خرجت من تماك وقلت لهم سمحوا لي ما كنتش باغا نكمل معكم. خرجت في حالي وكملت في خدمتي كاستاذه وحاولت ننسى بشويه. مشيت دوزت ستاجات للدبلوم اخر تاع التجاره وخدمت في واحد الشركه وبقيت هكا حتى دوزت عامين. في هاد المده اي واحد كان تيبغي يجي انه يخطبني كنت نرفض واحد الرفض ليه هو التام، وتنقول هاد الباب راني سديته ما عمرني ما غادي نحلو. انا حاليا خدامه زوج خدمات استاذه وفي الشركه ومستقره في نفس المدينه وتنوجد حتى للدكتوره ديالي. هذاك الشخص
نسيتو ما نسيتوش صراحه، غادي نمشي عند الطبيبه اخصائيه باش نتجاوز هذه المرحله. قالت لي بلي انه انا عندي نقص عاطفي اللي خلاني انني غير نتلاقى به ونتعلق به تعلق مرضي. اعتذرت منه من بعد وشرحت ليه المشكل ديالي، اعتذرت بلي انني كنت سبب في اني فقت على الخطيبه ديالو اللي دابا هي راه تزوجات. قبل الاعتذار ديالي وقال لي ماشي مشكل. تخيلوا 10 سنين وانا تابعاه من ايامات القرايه حتى حققت ذاتي. تقدروا تستغربوا وتقولوا بلي انني مدلوله و ولكن هذا الامر كان اقوى مني. فاللي خلاني نشارككم الحكايه ديالي لهدفين: الاول الوالدين الخوت الاسر، حافظوا على العلاقه ديالكم، خليوها مكتمله، ما تخليوش فرصه للانثى اللي عندكم في الدار انها تمشي تقلب على السعاده ولا الحنان ولا الجانب العاطفي او تمشي تقلب عليها في شي بلاصه واحده اخرى اللي هي خاطئه. انا تنقول الحمد لله ربما هادشي اللي وقع ليا اثناء معاناتي من الجفاف العاطفي كان خير انني ما ندخلش في علاقات محرمه، لانه جاوني بزاف ديال العروض من قبل الشباب. بغيت نقول لاي اخت لاي اب لاي اخ، حافظوا على خوتكم وشبعوهم حب، والبنات ما يحميكمش الحب وما تغريش به وما تخليش مركز اهتمام ديالك. ماشي عيب انك تبغي ولكن ما تصرفيش بحماق بحالي. انا اعترف اني كنت غبيه لدرجه انني دليت راسي على والو. هذه هي حكايتي، كنتمناكم انكم تكونوا استفدتوا منها. ويا لها من قصه. كنبتسم لانه تنقول كيفاش كنزه كانت عندها هذه الجرأة كلها باش تصبر هاد السنوات كلها والجهد اللي دارت في قرايه في الخدمه تبارك الله. بعد على الاقل راه حققات ذاتها، ما بقاتش غادي غير هكا. هذا من جانب، لكن بعض الرجال كيسحب لهم لانهم من الرجوله انك تكون شديد وتقيل مع الاهل ديالك، او بعض الاسر اللي فيهم امهات عند بالهم بلي انه التربيه المتوازنه والصحيحه انهم ما يبدلوش عبارات الحب ما بين ابنائهم. الرجال اللي ما كيسمعوش خوتهم عيالاتهم ولادهم كلام زوين، راه سيدنا رسول الله قائدنا ومعلمنا عليه الصلاه والسلام خير خلق الله كان كيتلاطف مع الزوجات ديالو، كان كيدلع بناته كيمسحهم. ما عرفوش عارفين القصه نتاع امنا عائشه رضي الله عليها، كانت تناديها بعائش من الدلع. وبزاف ديال المواقف كاين واحد القصه نتاع سيدنا رسول الله لما كان راجع من الغزوه نتاع خيبر او تبوك، كان هز الهم نتاع مصلحه المسلمين وهم غدر المنافقين وخيانه اليهود، ومع ذلك غادي يدخل وغادي تبان لي سيدتنا عائشه رضي الله عنها كانت كتلعب بالدومه ديالها. وسحب لكم انه قال لها واش هذه هي الوقيته نتاع هذا الشيء؟ لا، نزل للمستوى ديالها انخفض وقال لها يا عائشه شنو هذا؟ قالت لي هؤلاء بناتي، وكان ما بينهم واحد الفرس اللي عنده زوج ديال الاجنحه. قال لها وما هذا؟ قالت لي هذا فرس. قال لي عليه الصلاه والسلام ومفوقاش ولي الفرس جناحان؟ قالت ليه انا سمعت بلي انه سيدنا سليمان ابن داود كانوا ليه احصنه وعندهم اجنحه. فبدا سيدنا رسول الله سيضحك حتى بدت نواجده وهو راه هز على كتافه الهم ديال المسلمين. كنظن بلي انه الرساله وصلت. عفاكم متابعيني اصدقائي احبائي عائله ديالي، خليو تعليق الكنزه لكن خليوه ليها بعنايه وتكون فرحانه انها تقراه، ما تقصوش عليها واخا تعترف باللي انا غلطات لانه امر ما قدرتش تحكم فيه. هذه هي كانت حكايتنا الليله، كنتمنى تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش تخليو بعض النصائح الكنزه. دمتم في رعايه الله وحفظه، تلاقاو بعد غدا ان شاء الله. سلام سلام.